ليش تحبت نسقسي عليه انه لا. بعد الفوز على منتخب تنزانيا كان داول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه رابح ماجر ينتقد يعني التغني بالفوز على تنزانيا ولو انه كانت مباراه رسميه. يقول لك اليوم رابح ماجر جاب لنا تنزانيا لعبوا معها وديا حتى يعني نفوزوا ويتغنى بالفوز. هذا هو السؤال اللي حبيت نسقسي. لا ما فيش اي مشكله، انا نحترم كل كلام، كل واحد وش يقول يعني. نعم. واحد يقول هكذا واحد يقول هكذا، معليش. ولكن بالنسبه للفريق جو ني با شوازي ليكيب تاع تنزانيا. أنا قلت الاتحادية جيبوا لي مباراة مع إفريقيا حتى لو لازم نلعب في إفريقيا، ولكن حتى الأفارقة ما يحبوش يلعبوا في إفريقيا، يحب يلعبوا أو عندنا هنا أو في أوروبا. نعم. والدليل شفنا مع الفريق الرواندي. نعم. ما حبوش يلعبوا الجزائر، قال لك لا نلعبوا في تونس. يعني احنا أنا أي منتخب إفريقي أو عالمي يحب يلعب مباراة ودية مع المنتخب، أنا شخصيا نستفاد من هذه المباراة حتى لو نخسر. مباراة الإيران خسرت ولكن استفدت كثير من هذه المباراة هذه لكي نخدم مستقبل المنتخب الوطني الجزائري إن شاء الله في المباراة.